يقول: ما هو الضابط في التعدد مع تقديم نصحكم للنسوة اللاتي تعدد التعدد نعم أيوة التعدد مع تقديم نصحكم للنسوة اللاتي يفضلن الطلاق عن التعدد، وهل علي شيء إذا أردت أن أعدد الزواج، وطلبت مني زوجتي أن أوصلها لبيتها ففعلت، مع العلم بأني موفر لها بيت مستقل. إذا كنت تستطيع الشرط الذي شرطه الله في التعدد يجوز لك التعدد. قال سبحانه: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد. إذا كنت تستطيع العدل في النفقة والكسوة والمبيت والمسكن، توفر لكل واحدة هذه الأمور، هذا حق جعله الله لك، وليس لأحد أن يمنعك منه، لا المرأة ولا غيره. إذا قمت بهذا الشرط العدل لهذه الأمور، الكسوة والمسكن والمبيت والنفقة، فعدد ولا أحد يمنعك من هذا. أما كون المرأة تكره التعدد هذا شيء طبيعي، غيرة النساء، هذه غيرة في النساء، جعلها الله في النساء، وهذا لا يمنع الزوج أنه يتزوج ويعدل بين نسائه ويقيم العدل بينهن، وهذا شيء أباحه الله سبحانه وتعالى، وفيه مصالح للمسلمين. مصالح التعدد للنساء أكثر من مصالحه للرجال لو تأملنا هذا. نعم.